تمكن مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبي بالعاصمة المقدسة من إنقاذ حياة حاج إيراني بالعقد السادس من العمر، وذلك إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة بسبب انسداد بالشرايين التاجية، حيث تقرر القيام بعملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة ومتابعة حالته لحين استقرارها. عن تفاصيل تلك القصة ينضم إلينا من مدينة الملك عبدالله الطبي مراسل الإخبارية أسامة العبيدي. أهلا بك أسامة معنا، وماذا عن تفاصيل هذه القصة؟ نعم خليل، كما ذكرت مدينة الملك عبدالله الطبية ممثلة في مركز القلب هنا في مدينة الملك عبدالله الطبية استقبلت هذه الحالة وأجرت هذه العملية الصعبة وعملية القلب المفتوح لحاج إيراني وكافة الخدمات الصحية التي تقدم في كافة مستشفيات العاصمة المقدسة مكة المكرمة لضيوف الرحمن، ومن ضمن هذه الخدمات هي استقبال ضيوف الرحمن ومعالجتهم في كافة المستشفيات والمرافق الصحية، ومن ضمنها مثل هذه الحالات التي يستقبلها مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية. راح نعرف تفاصيل هذه الحالة وكيف تم علاجها وتدخل الجراحي. معنا الآن الدكتور هيثم الزهراني مدير مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية. دكتور هيثم، في البداية مساء الخير عليك، ليت تحدثنا عن حالة الحاج الإيراني، كيف جاءت إلى المستشفى وما الذي عمله له مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاج هو حاج من الجنسية الإيرانية في العقد السابع من العمر، توجه إلى طوارئ مستشفى نور التخصصي أحد مستشفيات تجمع الصحي بمكة المكرمة بآلام في الصدر، وتم تشخيصه بذبحة صدرية غير مستقرة. طبعا بعد التنسيق تم نقله على وجه السرعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وتم عمل قسطرة استكشافية للمريض، وأثناء القسطرة الاستكشافية تم تشخيص تضيقات حرجة في الشرايين التاجية لا يمكن علاجها لا بالأدوية ولا بالدعامات، فتم تحويله إلى جراحة القلب. خضع المريض لعملية زراعة شرايين تاجية، المريض الآن يتماثل للشفاء وفي طريقه للعودة إلى المنزل غدا أو للحملة غدا بحول الله تعالى، أو في طريقه لإكمال الفريضة بتوفيق الله سبحانه. يعني المريض باستطاعته أداء مناسك الحج مع الحملة؟ طبعا يختلف من مريض لآخر، لكن هذا المريض بحول الله سيتمكن من أداء الفريضة بحول الله مع الحملة مع وجود بعض الاحتياطات الطبية الضرورية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. أيضا ما زلنا مستمرين معكم، وينضم معنا الدكتور حاتم العمري الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي. دكتور حاتم، شرح لنا الدكتور هيثم هذه الحالة التي تم معالجتها في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، وبحكم أنك مدير التجمع الصحي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة، خلينا نستغل وجودك ونسألك عن جاهزية المستشفيات لمثل واستقبال مثل هذه الحالات خلال موسم الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك نحن الآن في جاهزية تامة لأعمال موسم حج هذا العام 1444، جميع الطاقات الطبية والكوادر الطبية جاهزة لتقديم الخدمة، جميع المرافق الصحية داخل مكة بالإضافة إلى مستشفى الحرم بالساحة الشمالية من الحرم المكي الشريف الآن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبالكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة والعنايات المركزة وأيضا الحالات الإسعافية، إضافة إلى 82 مركز صحي منتشر داخل مكة المكرمة وضواحيها وأيضا في المنافذ بعدد 6 مراكز صحية. اليوم نحن في تجمع مكة المكرمة الصحي نعمل ضمن منظومة وزارة الصحة لتقديم هذه الخدمات العلاجية والإسعافية وأيضا الجراحات المتقدمة والتخصصية النادرة جدا. حالة الحاج الإيراني اليوم هي أحد هذه الحالات التي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من إنقاذ حياة هذا الحاج، وبإذن الله يستكمل النسك مع بقية المرضى المصاعدين للوقوف بعرفات، ونعمل دائما على تمكين الحجاج من أداء نسكهم وفق الاحترازات الطبية وأيضا بالكوادر الطبية التي تساعد في نقل هذا الحجاج للوقوف بعرفات ضمن قافلة الحجيج. ما في شك احنا اليوم يعني نحظى بدعم كبير جدا من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد،
وأيضا بتوجيهات معالي وزير الصحة بتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتقديم الرعاية الصحية المجانية للحجاج خلال موسم الحج، وأيضا التعامل مع الحالات الجلطات القلبية من خلال المسار الكلينيكي المخصص لهذا الأمر، وجميع الحالات تحال من جميع المستشفيات سواء بداخل مكة وبالمشاعر المقدسة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية سواء بالنقل الإسعافي الأرضي أو الجوي. نعمل ضمن مسارات كلينيكية معروفة للجميع ونتعامل، وهذه المنظومة تعمل ضمن فريق عمل واحد يساهم في سرعة الاستجابة والتدخل لعلاج مثل هذه الحالات التي يعني من الله سبحانه وتعالى عليه هذا الحاج بالشفاء العاجل من حالة يعني كانت بالنسبة لحالته كانت ميؤوس من علاجها، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى وتوفير هذه الإمكانيات وهذه الجهود وهذا العنصر البشري المهم الذي نعتبره بالمملكة العربية السعودية اليوم هو يقارع أفضل المراكز الطبية ويقدم خدمات حقيقة نحن نفتخر بها في وزارة الصحة أنها ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمملكة. دواكم الله يعافيك. شكرا. الله يعافيك. شكرا لك. يا أيضا خليل، إن سمحت لي وسمحت لمشاهدينا الكرام نأخذ لقاء مع الحاج الإيراني الذي تعرض لجلطة قلب وتم عمل عملية قلب مفتوح له في مدينة الملك عبدالله الطبية وبالتحديد في مركز القلب. في البداية خلينا طمني على صحته، كيف يحس الآن؟ حاجه میگه حالتون شرکه، وضعیت حال عمومیتون شرکه هستش. حالا خوب است. میگن الحمدلله زین جیده. الحمدلله جیده. كيف خلي يوصل لنا كيف كانت الرعاية الصحية له في مدينة الملك عبدالله؟ يقول إنجا خدماتون در بيمارستان الملك عبدالله شروع بوده. خیلی خوب بوده. يقول الحمدلله عالی و جدی جدا. جيد جدا الحمدلله و راضي عن هذه الخدمات. طيب ايش حاب يقول؟ پیامی چی دارید؟ پیامی که دوست دارید که الان بگید. برای تشکر از تمام پرسنل کمال تشکر دارم. تمام پرسنل. يقول انا حاب اتشکر من تمام الطاقم والكوادر الطبيه الموجوده في المستشفى ملك عبد الله. جميل. يعطيك العافيه قدامه وقول له بدايه. میگه خدا که زودتر شفای کامل بشه و دیگه از اینجا مرخص بشه ان شاء الله. بتشکر كمان عنكم. بتشکر كمان عنكم عنكم ان شاء الله. الله يسلمك. نعم خليل ومشاهدين الكرام، كان هذا حديث الحاج الإيراني السبعيني الذي تعرض لجلطة قلب وتم إنقاذ حياة هذا الحاج في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية. وللتنويه الآن يتواجد هذا الحاج في التنويم، خرج من العناية المركزة والآن هو موجود في التنويم، وبإذن الله يستطيع في الأيام القادمة أداء مناسك الحج خلال أو من خلال الحملة التابعة لها. الحمد لله. شكرا لك وسام العبيدي، الشكر موصول لضيوفك سائلين الله عز وجل الشفاء العاجل للحاج الإيراني. شكرا لكم.